العب كرة قدم ولا تلعب بالألغام، شعار لمباراة جمعت فريقي البصرة والسليمانية للمعاقين جراء المخلفات الحربية. 9 أهداف تقاسمها الفريقان، 6 للسليمانية و3 لمضيفيه البصرة، بينما يبقى الهدف الأساسي من المباراة هو تعريف المجتمع بمخاطر الألغام ومد يد العون لشريحة المعاقين في مختلف مناطق العراق. هدفين أساسيات بصورة عامة، الأول هو للتعليم مخاطر الألغام والمخلفات الحربية بالنسبة للاعبين المشتركين بالمباراة وكذلك للجمهور الحاضر، والهدف الثاني هو المساعدة الضحايا ولفت الانتباه لهاي الشريحة المهمة من المجتمع. لدينا رسالة للناس وللعالم، نقول لهم لا تقترب من المخلفات الحرب ومن الألغام، العب كرة القدم. وأنا أوجه بكلامي ورسالة إلى أساس المسؤولين، إذا تريد أن تبعد أولادك وأبناء عمومتك من خطر الألغام ومخلفات الحرب، ابني لهم ملعب في القرية. وبحسب الجهة المنظمة فإن قطبي المباراة يمثلان أكثر المدن تلوثا بالألغام والمخلفات الحربية، فيما لا تزال المخاطر قائمة نتيجة تباطؤ الجهات المعنية في إنهاء هذا الملف. إن شاء الله هاي المبادرة الأولى اللي تكون فريق من خارج المحافظة اللي هو السليمانية مع فريق البصرة. الفريقين يعتبر محافظات السليمانية والبصرة أكثر محافظة تضررا بالألغام جراء الحروب السابقة التي جرت على العراق في عدة أزمنة. أعداد كثيرة من الأراضي صارت ملوثة نتيجة الألغام والمخلفات الحربية والعبوات الناسفة. يحتاج حث الجهود من قبل المنظمات ومن قبل الجهات العاملة في مجال إزالة الألغام. الجهود كلها ما يوازي حجم التلوث. وتشير إحصاءات رسمية إلى تلوث ملايين الكيلومترات في المناطق الحدودية المحاذية لإيران بالمخلفات الحربية، فيما يضاف إليها مناطق أخرى في جنوب غربي البلاد. أثير العبادي، وان نيوز، البصرة.